ناقشت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف اجتماعا افتراضيا لممثلي 25 مكتبا لفرع المنظمة بإندونيسيا، ناقشوا العديد من المقترحات والمشكلات التي تواجه الفرع الرئيسي ومكاتبه المنتشرة في مختلف أرجاء إندونيسيا. أكد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أسامة ياسين اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بالأنشطة المتميزة التي يقوم بها الفرع بما يتوافق ورؤية الأزهر وبما يحقق أهداف المنظمة ورسالتها التي تعكس منهجية الأزهر الوسطي المعتدل. وأكد ياسين أهمية نشر الكتب التي تواجه الإرهاب والتطرف والرد على شبهات المتطرفين وتفنيد أفكارهم، مؤكدا أنه سيتم توزيع عدد من الكتيبات لكبار علماء الأزهر الشريف لتفنيد الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التسامح في المجتمعات.